عثمان غريب الصحفي كردستان. عفوا اعتقد انه الاول يجب ان نلقي بيان التجمع او بيان الصحفيين المحتجين، وبعد ذلك احتراما لحريه التعبير ايضا بيان يعني رئيس الاقليم السيد مسعود برزاني. احتراما منا لحريه التعبير سنتيح الفرصه لاحد زملائنا واصدقائنا من اقليم كردستان ان يلقي هذا البيان. نحن هنا لم ناتي لنتهم حكومه اقليم كردستان بانها وراء الحادث، نحن نطالب حكومه اقليم كردستان باجراء تحقيقات شفافه للكشف عن الجنات. لذلك اسمحوا لي ان طبعا نشكر الزميل الاستاذ هادي. طبعا بيان هو بيان وزع على وسائل الاعلام، وكذلك هناك مقام من كل الصحفيين يقولون اننا لا نريد خطابات سياسيه او حكوميه، فسيكتفي احنا لدينا في الحكومه هذه اكو اراء صحفيين. الله يخليك استاذ، هذا التجمع سردشت فقط، هذا التجمع سردشت فقط سردشت لكن هناك اعتراضات على اننا ليس منبرا حكوميا ولا تابع لجهه سياسيه. الان نحن من اسسنا لهذا الاحتفال، نحن نحمل الان شعارات الحزن على الزميل سردشت عثمان. نحن نحترم السلطات ان كانت مركزيه او اقليميه، لنا كل الاحترام لها، ليس لدينا اتهام لاي جهه ما، هناك تحقيقات هي كفيله بمعرفه الجنات. فقط نعم، هناك فقط هناك رفض فقط ان لا يكون هذا منبر للسياسه، مع جل احترامنا لجميع الشخصيات السياسيه في المركز في بغداد وكذلك في اقليم كردستان. نحن نقدر اعتذار شديد منكم. نعم لديك وسائل اعلام، نعم سوف نعطيكم فسحه من المجال، سوف نعم انت سياسيه وهناك الجميع من سيدتي يدافع عن الحريات مثل ما تدافعين عن الحريات انت في كل المحافل، لك الاعتذار مني سيدتي لما اقصدك. نحن لن نقصد من ادى للدفاع عن الحريات سيدتي فاضل، انت انسانه ناشئه، لدى بيان من صحفي بغداد، لدينا بيان من صحفي بغداد. سياد اقرا بيانك ولا تسيب الزباله. نعم رجاء راح نكتب البيان. نشكر كل الزملاء الصحفيين وكل الجمعيات اللي شاركت في هذا الاعتصام وهذا الاحتجاج. البيان الختامي لتجمع الصحفيين العراقيين في بغداد. يؤكد الصحفيون والاعلاميون العراقيون في ختام تجمعهم الاحتجاجي استنكارا وإدانة لمقتل الصحفي سردشت عثمان، عزمهم الاستمرار في مسيرة العمل الديمقراطي والتعبير الحر برغم ما تعرضوا له من اعتداءات وقمع طوال السنوات الماضية في محاولة بائسة لتتميم